بعد يومين بنستقبل عيد الفطر المبارك، وكالعادة الأعياد بعيداً بقى عن كلامنا عن الأجازات والعديات وشوية الكسل اللي قبل العيد وشوية الكسل اللي بعد العيد، دي كلها حاجات نتكلم عنها على روقان كده بس بعد العيد إن شاء الله. لكن الحقيقة أنه يبقى العيد بهجة، ويبقى العيد هو فرصة لكل أسباب السعادة والانبساط البسيطة اللي مش مكلفة، اللي بتبسط أكتر من أي حاجة تانية في الدنيا. يعني انبساط الناس بكحك العيد وبتجميعة العيلة، بخروجة بسيطة، بسينما بقى زي ما كنا متعودين طول الوقت زمان، بشوية زحمة في أماكن معينة نحس إنه في حياة بتحصل. وبالتالي لما كان بيعدي علينا مواسم كده، تحديداً السينما فيلم العيد يعني هي معروفة كده، فلما كان بتبقى السينما هادية أو الإنتاج قليل أو مش موجود أو ضعيف أو مفيش حاجة يعني مشجعة، وده حصل على مدار السنتين اللي فاتوا، أعتقد اتأثرت أفلام العيد تحديداً وبقت حاجات كده بسيطة على استحياء. السنة دي بقى واضح إنه موسم عيد قوي، ونجمين كبار من الناس اللي بتجيب من الآخر يعني. يعني وجود أحمد حلمي، أحمد السقا ومنى زكي في فيلم آخر، الأسماء العظيمة دي. أحمد حلمي راجع بفيلم واحد تاني، وأحمد حلمي من الناس اللي الجمهور يستنى منه موضوع، مش هيستنى منه بس ضحك، فنتمنى أنه واحد تاني يبقى على هذا المستوى وتوقعات الناس. نجم بقى أحمد السقا ومعاه منى زكي، كتير من الناس قالت أيوة أحمد حلمي ومنى زكي في موسم واحد في فيلم العنكبوت، ومجموعة تانية من الأفلام اللي موجودة كمان تعتبر أفلام كوميدية. خلينا نقول أشباح أوروبا لهيفاء وهبي، فيلم زومبي لعلي ربيع وحمدي المرغني. الموضوع كده مبشر وبيقول إن عندنا على الأقل مجموعة من الاختيارات الناس تقدر تختار منها. نرحب وبنعيد على الناقد السينمائي أحمد سعد الدين. مساء الخير عليك. مساء الخير، أهلا وسهلا، وكل سنة وأنت طيبة. كل سنة وأنت طيب أستاذ أحمد. فكرة أفلام العيد وثقافة وفلسفة الناس في فكرة أنه بعد ما نخرج من شهر رمضان اللي اتفرجنا فيه على كم هائل من المسلسلات، بيبقى فيه برضو حالة من الإقبال الرهيب أننا برضو نشوف فيلم. ارتباط الفكرة دي يعني احكي لي سببها كده وتاريخها مثلا. هو الفكرة دي يعني مش جديدة، الفكرة دي بقى لها أكتر من 45 سنة. إن احنا دايما في العيد طقس أساسي، بعد ما نخرج ونروح الحدائق ونروح كل مكان لازم إن احنا في الآخر هندخل السينما. وعلى هذا الأساس المنتجين وشركات التوزيع كانوا بيفضلوا إن أفلامهم تنزل في العيد عشان ياخدوا العيدية، ما هي برضه العيدية. أيوة. لا دي نظرية اقتصادية بحتة. فعلى هذا الأساس ابتدت حكاية المواسم، يبقى عندنا موسم عيد الأضحى، عيد الفطر وهكذا يعني. فطبعا عيد الفطر ده موجود إن احنا بنخرج من مسلسلات درامية، هنروح بقى لعالم السينما اللي هو دايما كان عنده بيه. في نجوم كتير جدا زي نادية الجندي مثلا كانت بتنزل في العيد، فدي كان شيء أساسي وهكذا. أما السنة دي تحديدا هلاقي إن موسم العيد فيه أربع أفلام. حد هيقول إن الرقم مش كبير، لا أعتقد إن الأفلام كده كأربع أفلام رقم جيد، بحيث إن يقدر يستمر موسم العيد العشر أسابيع بتوعه، لأن موسم عيد الفطر ممتد لحد عيد الأضحى، فعنده 10 أسابيع يقدر يلم فيها العيدية والإيراد وحاجات كتير. الملفت للنظر إن السنة دي في العيد نازل نجمين أو ثلاث نجوم كبار. بالظبط. أحمد حلمي بقاله ثلاث سنين ما نزلش. من آخر فيلم ليه كان اسمه خيال مات على ما أفتكر. والسنة دي راجع بفيلم جديد، وأحمد حلمي تحديدًا ليه ما بينه وبين الجمهور في دايما كده علاقه حلوه قوي، هم بيثقوا في اختيارات احمد حلمي. بالظبط. انا يعني فعلا لسه بقول انه يعني وكان الجمهور بيحاسبه او بيتوقع منه مواضيع يتكلم فيها مش بس ضحك وكوميديا. احمد حلمي بيقدم حاجه جميله جدا، اولا بيقدم كوميديا الموقف وهي كوميديا راقيه جدا، ما بيعتمدش على النكته والافيه. كفايه افيهات بقى. الحاجة الثانية
ان هو كمان بيقدم رساله لمضمون الفيلم، يعني بعد ما بضحك لا الرساله بتكون وصلتني. فبالتالي هنا اقدر اقول بقى ان ايه الجمهور بيثق في هذه الاختيارات. فاحمد حلمي راجع بفيلم كبير ان شاء الله ينجح. عندي ثنائي احمد السقا منى زكي، رهان السقا والاكشن. اتفضلي. بسأل حضرتك على رهان السقا والأكشن، والناحية التانية كوميدي، ذوق ذائقة العيد يعني أو ذائقة جمهور العيد، تفتكر تروح لمين أكتر؟ ما هو ذائقة جمهور العيد، جمهور العيد دايما معظمه من الشباب، الشباب بيحب الكوميديا ويحب الأكشن، فهو نازل له ثلاث أفلام كوميدية وفيلم أكشن، فيحب الأربعة، فعشان كده لو جيت أشوف أحمد السقا مع منى زكي حققوا نجاحات كبيرة وكان ليهم ست أفلام قبل كده. هنفتكر بقى صعيدي في الجامعة الأمريكية، تيمور وشفيقة، مافيا، حاجات كتيرة جدا نجحوا كثنائي، بالإضافة إن أحمد السقا دايما بيحب الأكشن. فأفلامه معظمها أكشن، لو شفت التريلر بتاع فيلم العنكبوت هلاقيه إن هو أكشن. فبالتالي هنا يعني ايه برضه الجمهور مستني من احمد السقا الاكشن، والعلاقه ما بينه وبين منى زكي اللي طالعه بدور جديد وهتتكلم لغه كوريه، فطبعا دي لسه موضوع تاني خالص. اخيرا وبسرعه عايزه اسال حضرتك على زومبي على جنبي وجيل المسرح اللي اخترق السينما من سنوات طويله يعني، لكن توقعاتك لاستقبال الناس للنوع ده من الكوميديا اللي هو عرفنا بيه جيل مسرح مصر. هو الجيل بتاع مسرح مصر وعلي ربيع يعني عامل فيلم اسمه زومبي او زومبي على جنبي زي ما اسم الفيلم، هو هنا يمكن كوميديا الفارس شويه موجوده بشكل اكبر، ولكن له جمهور خاصه ان جمهور العيد موجود في كل طبقات المجتمع، فبالتالي بيدخل لعلي ربيع وهيدخل كمان لاشباح اوروبا لهيفا وهبي. لكن لو جيت اصنف ده كده العيديه خلصت فعلا. الشيء بالشيء يذكر بقى، وزارة الثقافة عاملة سينما الشعب ودي مبادرة عظيمة جدا. أنا بشكر حضرتك الناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين، بشكرك شكرا جزيلا. حاجة جميلة ومن الأخبار المفرحة في العيد إن وزارة الثقافة بتطرح دور الثقافة وقصور الثقافة لعرض الأفلام، ودي مبادرة عظيمة لعودة الناس لقصور الثقافة مرة تانية.